بعض الله انا كنت بقدمكم هو صاد ما عليه ما عليه انت تشوف قد عليه الكاميرا اسلم يا ابو اول شيء يقول ارحم يا عتبه رحب بالحياه والله لو نعبه قالوا اني بعد من القحطان لكن والله العظيم من جمهور اخوي عبد المجيد واخوي سعود وشاعر المليون ولدي وقتها معكم ما احد من القحطين لكني انا في صفكم وقتها محبه في الله وشعر انجاز وانا اقولها صاد الله يرفع قدركم والحين اقول يا حلال الجوال حلاله ملاحظات كانت موجوده فيه وقصايد فيها احنا الحين مترددين قصايدنا هنا اياها حتى الزرع ذا طفش منها شوف اعيدها كل يوم اقول يا صاحبي لا صار في العلم تعقيب إيب هذه معاديلي وحط المعاديل إيب صحيح ما ندري ولا نعلم الغيب يعلمه من أرسل طيورنا أبابيل حنا نفرق في وجيه الأصاحيب وما نجهل حقوق الرجال الحلاحيل اللي يعدك اللي يشوفك فوق روسه المراقيب احسب حسابه في الليالة المقابيل دامك الذيب لا منه عواجاوبه ذيب ولا الثعال تطيح وسط المحابيل دامك دخلت بطيب حافظ على الطيب الطيب مثل الزرع بذر ومحاصيل سلامتكم جميعا سلامتكم وجهك عندكم مشاركة يا أبو عماد؟